السلام عليكم زيارتي فينا دور كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا رب العالمين في احسن احوال. سيعود المغرب علاقته مع اسبانيا وسيكون فتح الحدود البحرية والحدود البرية اليوم 1 في الشهر 3 2022. فتح الحدود مليلية وسبتة غادي يكون ان شاء الله يا رب العالمين نهار 1 في الشهر 3 2022. إلا سمعت هاد الخبار الجالية مقيمين بإسبانيا غدير واحد الفرحة يرثى لها وغادي تفرح إن شاء الله يا رب العالمين، وحتى حنايا غادي نفرحوا لحقاش علاش غنشوفوا العائلة ديالنا، هادي تقريبا عامين ما شفناهمش، وإن شاء الله بإذن الله وجه هاد القرار من المغرب وإن شاء الله غادي يفرح كاع المغاربة والمغاربة ديال الجالية مقيمين بإسبانيا وكاع المغاربة مقيمين بالخارج. قرر المغرب تخفيف حد التوترات مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي، الحدود مع سبتة ومليلية مغلقا منذ شهر مارس 2020. دابا المغرب كيتخفف على إسبانيا داك الصعوبات اللي كان كيدير مع إسبانيا، دابا كيخفف عليها، دابا مزيان إن شاء الله غادي تكبر العلاقات تكبر إن شاء الله يا رب العالمين باش يفتحوا لنا الحدود البحرية والحدود البرية. وهذا الخبر حلم للمغاربة والجالية مقيمين بإسبانيا، والله العظيم إلا فرحنا وفرحنا معنا الجالية مقيمين بإسبانيا، هذه تقريبا ما جاوش المغرب وجاء دورهم غادي يجي حتى هما المغرب إن شاء الله يا رب العالمين، والله إلا فرحنا وفرحنا كاع يعني فرحوا كاع العائلات اللي هنايا وللعائلات اللي في الجالية مقيمين بإسبانيا. مهمة السيور خشوت السمازيق باش يدي فهمن الإخوان نغاكني وحفظ سيدة رب العالمين. يقال المغرب نها واحد ديش هاحيد عاش 2022 أضع زمن الحدود البحرية والحدود البرية جاء إسبانيا، أضع نغاز من الفرونتيرا السبتين إن شاء الله خد تقريبا عامين عاد وانزري فاميليا النغ وانزري الحباب النغ رخو إن شاء الله أضع نغاز من شان تريد قوي قيمولو قي ود أضع نغاز من باش نزال عائلة النغ رخو الحمد لله صفح النغ صفح العائلة إيجان مقيمين دي إسبانيا الحمد لله نشيد ما نيت وغنترجى زي المغرب الحمد لله يجنحاش زعما الله سبحانه يغيق المغرب مارايا رومي يسمع العلاقة النس جاء إسبانيا، وحتى الصعوبات يتوغي تقل مغربك إسبانيا خو الحمد لله يجا خس تخفيف قيت خفف خس الحمد لله شويت 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 هرغياز من فتح الحدود البحرية والحدود البرية الحمد لله زعما جن خبار التصين وذان توغا غاس نجي الحلم هذي ياسم فرونتيرا اتاسم سبتة نيغا تاسم الحدود البحرية باش غان غدس ندانيتا باش الإخوان يتوغا يايحن رخو تقريبا عامين واخذي من نتمنى ان شاء الله اظن غدار التهريب المعيشي يتوغى زي يعني يزي توغى تعيشن الاخوان النغ المغاربه نشي نساور خميس سوا المغرب نساور المغرب مره ونساور بخصوص النظر نشي مره توغى تعيش السنه زي مليليه باب الرزق هي مليليه نشي ندير الاسباب غاد الدنيا ونسلي لها رزق يتيشد سي رب العالمين. يلا السلام عليكم ريش تاع تنغني ان شاء الله اديوس اميغوس اوتروديه.